مباراة مهمة جدا في مسار ديال أي لاعب وديال أي مدرب. بالنسبة ليا إلى ما غاديش نلعب مباريات بحال هذه فالمسار ديال المدرب فهو تبقى مسار ناقص. التحدي حاضر، احنا جاهزين لهذه المباراة إن شاء الله، ونتمناو أننا كما الجمهور ديالنا فرح بالمجيء ديال جمال السلام يوسف الصفري، نتمناو إن شاء الله أن غدا نفرحوا معه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنظن الكل تعرف العمل داخل فريق كبير مثل الرجاء البيضاوي، فتنظن اي مدرب تيتمنى يدرب فريق بحال هذا. صحيح تتكون ضغوطات لا على اللاعبين لا على السطاف التكنيك لا على الاداره حتى الجمهور حتى هو تتكون، لانه تيكون غيور على النادي. طبيعه الحال الاستعدادات ديال هاد المقابله الكل عارف الاهميه ديالها، عارف النتيجه ديالها شحال مهمه بالنسبه للمسيره ديال النادي هذا الموسم. حاولنا نعملوا اللي قدرنا لان الوقت كان وجيز ضيق، خدينا بعض النقاط اللي كانت سلبيه في المقابلات الاولى، اشتغلنا بما فيه الكفايه. تنتمنى من الله عز وجل ان اللاعبين يكونوا مركزين واجدين غدا ان شاء الله، وتنتمنى التوفيق باذن الله ان شاء الله. الغيابات كيفاش كتمر الاجواء ديالكم باش انكم توجدوا؟ فكيف قلت لك الاجواء تتعرف لما تتكون تهدرك مقابله كبيره بحال هذه، فالكل يعني اي لاعب في المغرب تيتمنى يلعب مقابلات بحال هذو، لان تظن تتجمع ما بين جوج الانديه اكبر الانديه اللي كاينه في افريقيا. فبطبيعه الحال كل موجودين مركزين، تنتمنى من الله عز وجل ان نحققوا نتيجه ايجابيه باذن الله. فاستعدادات كدوز في جو ملائم، الحمد لله العناصر عارفين المسؤوليه اللي عليهم. المباراه ما تكون سهله، مباراه صعبه كما كتعرف الديربي عنده طعم خاص، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى اللاعبين يكونوا في نهارهم باش نحققوا واحد التأهل ان شاء الله اللي يرضيو الجمهور ديال فريق رجاء البيضاوي. فبطبيعه الحال الماتش الريزلتا ديال الماتش ديال لالي ما كانتش كتعاوننا حنايا، فالحمد لله كل شيء ممكن، كل شيء باقي ملعوب، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكونوا العناصر في مستوى ونحقوا الاهم.